الستارت اب بتاعنا عندها مجموعه من المنظومات اللي تخدم عليهم. باش نبدا بالمنظومه اللي احنا مشاركين بها في المعرض، اسمها الاستيك واتش. الاستيك واتش شنو هي؟ منظومه للمراقبه الشامله للمنشات الفلاحيه، مراقبه باستعمال المجسات لي كابتور وباستعمال كاميرات ذكيه، كاميرا كما هذه دونك كاميرا اوتونوم دونك مجهزه بطاقه شمسيه في الخدمه وتكونكتي دو فاسون وايرلس سواء بالواي فاي سواء بالكاد جي. واهم حاجه اللي هي دوتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيل. باش تعمل لانتيليجونس ارتيفيسيل pour automatiser des tâches اللي عاده يقوم بهم الفلاح ولا واحد من الخدمة نتاعو، مي تعرف باش تخدم بهم الماكينه. مثال العصا على السرقه، العصا على الحريقه، العصا على الحيوانات الضاره مفترسه. ولهنايا طورنا معناها خوارزميات ديتكتي عصفور الزيتون، ديتكتي زاد ميمونه اللي هي تاكل النحل، ديتكتي زير دعجاج، الحلوف على مجموعه من زراعات معينه ياكلها الحلوف وغيره. بالنسبه خاصه للطيور أبار أن نديتكتي ونبعثوا أليرت للفلاح، خدمنا زاد أن روت بلسي فوديو يهرب العصافير من غير ما يقتلها، وفرد وقت أنصف جارد معناها البرودكسيون أغريكول. دونك دو زونا سوليسيون أغريكول وفرد وقت جرين معناها إيكولوجيك. احنا توا في الإتاب نتاع بروف أوف كونسيبت بوك، قاعدين نجربوا فيه، هذه التجربة الأولى. إن شاء الله على قريب، إن شاء الله دون دو تروا سومان أبريوري، خاطر عندنا توا سكون أبيل معناها الأورلي تيسترز متعطشين باش يشتريوا البرودوي بتاعنا إن شاء الله. الدعم تلاقينا السبفونسيون إير من البروجرام فلاي ويل نتاع ستارت أب أكت، إنكوبي في مجموعة من البرامج مع لابي ومع لابيا.